مسلسل، مسلسلات ان شاء الله. انا الان غادي تشوفوا مجموعه من المسلسلات، كاين هذا العام ان شاء الله في رمضان غيكون مسلسل قريب باذن الله، ساحكي عن تفاصيله قريبا. جرادة ملح الحمد لله شد الطريق ديالها، شد هي الان تحلق في الخارج، على خارج المغرب، تحلق في فرنسا، الان غتحلق في كندا وفي امريكا، وغادي تحلق ايضا في مجموعه من الدول العربيه، تقريبا 23 دوله عربيه، وحنا نناقش ايضا انها تحلق في افريقيا وفي بلدان اخرى. بمعنى انه الفيلم بدا ياخذ واحد القوه على مستوى التوزيع ديالو، هناك مجموعه من الشركات والموزعين العالميين اللي كيتصلوا باش ياخذوا هذا الفيلم وياخذوا الحقوق ديالو لتوزيعه خارجيا. سي باش هذا الثاني فيلم في دار الواجيز، ما خايفش يخرجوا عاوتاني شي حاجه اخرى؟ الله كاين.